غرام بها من صغري يا العالي، واللي بيجي ندوان عليها مجنون بها مهبول مش عادي، حتى حياتي نسلم فيها. صوت الحمداني مشجع للترجي الرياضي التونسي للنخاع من عام 79-80 بدال غرام. النشأة نتاعنا كانت في ناجمارس، ناجمارس يعني ما بين باب شويقة وباب الخضرة والحفيد. خالي علي الله يرحمه كان مكشخ برشا، وأمي هي السبب، أمي دمها أحمر وأصفر الله يرحمها، هي اللي دزتنا أن نحبوا الاسبيرانس. خوتي زوج الكبار يحبوا نادي الفريق، فلتوا منها تقول هي الله يرحمها، يحبوا نادي الفريق عادل وعبد اللطيف. أما نعيشوا عادي في الدار، معناها كان نهار الدربي بركة كل واحد على روح، تصير مشاكل كان في الدربي، في الدربي بركة، معناها لهنا أخواتي ما يحبوش، معناها كان غناء ولا حكاية، فهمت كل. أنا نحترم الحكاية هذيك بصراحة الحق، حتى أمي قبل كانت كي نربحوا الدربي تزغرت وتعمل جو والكل، بعد كيف يجيوا أخواتي نبيتوا الحس يعني احتراما لهم. أما مشاكل لي. أنا شخصيا ما عندي مشاكل مع حتى حد، يعني أنا نحب جمعيتي، نغير على جمعيتي، نضرب على جمعيتي، لكن من غير ما نسب جمعيات أخرى ولا ندخل في بوليميك مع جمعيات أخرى ولا جمعيتي فقط. من وقت اللي زفر الحكم التصفيرة متاع ترشحنا للنهائي غاديك في جنوب أفريقيا بدا ستريس، حتى الماتشوات اللي تلعبوا الأخرين كلهم أنا ما تلفت لهمش وما تبعتهمش. نخمم كان في النهار في مخي 18 ماي 8 متاع الليل كيفاش باش نكون أنا. من وقتها عشت الفينال وقلت ان شاء الله هذه امتعنا والخامسه ان شاء الله امتعنا، ودعاء للاسبيرانس ان ربي يوفقها. لين جاء نهار الماتش كيما المكشخين الكل ما رقدناش في الليل، الماكله كيف كيف ليه، قمت الصباح بكري حضرت روحي، وديما انا عندي حاجات نعملهم هكا تحضيرات خاصه بيا. ولد خويا حازم الله يبارك له هو اللي هزني للستاد، الأربعة نص الخمسة قصدنا ربي الرادس. الإحساس اللي جاني هو نفس الإحساس اللي جاني وقت اللي مشيت الفينال متاع الترجي والزمالك متاع الهادي الله يرحمه، فهمت. تعبت شوية في الأخر، صارت لي وعكة في الأخر، أما الحمد لله نوجه التحية لوجيه جندوبي بالمناسبة اللي وقفت معايا ووقفتني، مش خوف على الجمعية، ما الضغط نتاع الفينال هذايا سبيسيال بصراحه. باش نوصلوا 0-0 ما مش باش يجيبها لنا بلانتيات ترجي دوله، وان شاء الله الخامسه في الثنيه ان شاء الله للشعار هذا وقبل للعالم هذا ان شاء الله.